ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. muscles of the hand، احنا دلوقتي هنشوف 9 muscles واتنين tendon. هنبدأ من ناحية الصنب. من ناحية الصنب most lateral هتلاقي abductor bullosus brevis، اهو الدبوس دوت abductor bullosus brevis. لو جينا هنا هنلاقي المسل جاية بالطول اهي، اسمها flexor bullosus brevis. ما بينهم بقى داخلة لجوه opponent's bullosus. لو جينا هنا للعضلة اللي ماشية بالعرض هنا، ثانية، أيوة جاية ماشية بالعرض هنا، اسمها إيه؟ الدكتور بوليشس. الفرق ما بينها وبين الفليكسور بوليشس بريزيس، دي فليكسور ماشية بالطول، الدكتور بالعرض. لو جينا ناحية الليتل فينجر هنشوف برضو بعدها في الفيرست لومبريكال ماسل، يعني هنا هو فيرست لومبريكال ماسل. هنيجي عند ناحية الليتل فينجر هنشوف موست ميديال، عندنا هو الابدكتور، الابدكتور ديجيتي مينيمي والفليكسور ديجيتي مينيمي. ما بينهم داخلة لجوه الديجيتي مينيمي، اوبوننس ديجيتي مينيمي. بعدين هنشوف تو تيمبونز. الاول لو هنشوف الاول الدورسال ماسل، عندنا في الويب سبيس الاولاني ما بين السامبل اندكس اهوت، اسمه في الدورسام اهوت اسمه فيرست دورسال انتر اوسيوس ماسل، اهو عند الدبوس دوت كده. هنشوف اتنين تندونز دلوقتي، عندنا التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس بيتقسم نصين اهو. اول واحد اهو بيبقى مقسوم نصين اهو، اسمه تندون فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس. والتندون دوت اللي هو رايح على طول على التيرمينال فالانكس اسمه تندون اوف فليكسور ديجيتورم بروفاندس كده. تمام، سلام عليكم.